جربت كيفاش جات؟ عاد انت تكتشفوا البنات كنت جالس حرك البنات طال. السلام عليكم، كصبحتوا بخير مزيانين. هانيوم اليوم ان شاء الله جي لعندي شي ديال الغرب من طريق طويله، وما جي لعندنا لهنا بني احمد باش يكتشفوا المناظر الخلابه ويكتشفوا التقاليد العدد ديالنا. ماخذ يا الدراري وصلوا. السلام عليكم. كنتينا مزيان لاباس عليك؟ مزيان الله يرحمك. الله يخليك. شكرا على العراطه، حنا فرحانين بزاف جينا عند هاد السيد. الله يدوزك صباح الخير. لاباس؟ يلا معاد ما جا. يلا فطروا. يلا 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 فطروا. الله يسلمك. الباق بقدمني احمد. المهم اخو هذيك ما عرفوا ما يتلاقى الخانه، هذيك خانه الله يحفظ. الله يحفظ مع الله يستر. مرحبا بكم اخو هذيك، غزوا في امني ان لكم كلوا واشربوا. ايوا ومن اطعمك المن دخل الجنه. وياه ادخل الجنه. نمشيو نشوفوا البقره دابا، دي اول مره نعمل هاد الحاجه الا تكتشفوها. مرحبا. زيد انس اليوم يحلب البقره ني خصو يركب يجرب التجربه، يركب على الحمار مع مرور يركب على الحمار. ولكن بطيح السيد هذا. لا ما يطيحوش. لا لا بغيتي واحد دقيقه. ار زيد اه صافي لك تعيا من راسك. صافي ار زيد ماشي بلا ما نقول لك. ار ايوا درح يا ربي. ها يا طيحك زيد. هذا من المذهب. بسم الله بسم الله. البير هذا كيشربوا منه جد الدواور. طيب الواطي هذا بيدهم كيسكو بالسطوله وبيدهم اللي قرابين واللي بعاد كيجيو حاشاكم بالحمير والبهايم كيعمروا من هنا. كاين الطماطم. ماشي وداليا العنب. ما تشوفوا اخوتي جينا عند لعند اختي ومراه الخايس بنها ما يطيبوا الفطيره وما. بالمناسبه عنده قو انس وصابر جاوا مع قد قد. انس الله بسم الله خيرات البلاد. فريتي زيد باين اش من فريتي ذو غزه. سر الله يسهل عليكم. دابا ماشي نطيل ديك الجوج سطال باش يحلبوا البقره. الله يرحم والدي. يرحم بابا. يرحم بابا. عندك عندك الضربه ديالهم قبيحه. صعيبه صعيبه صعيبه. هذا تجي الوالده دابا هي اللي بغات تكلف به. البقره مولفها مع الوالده هي اللي كتعرف له. دابا نمشي لعندهم شبره لهم باش يحلبوها. سير انس عملي عملي. اجي من هنا اجي من هنا. موالفه يده موالفه خصا يده. هي كتعرف كيفاش الطريقه كيفاش تخرج. صاب ولادك راه 10 سنين معاه. 10 سنين معاه تقريبا. ربيتها من كيفاش صغير. جربت قطعت يا ساك لبي يا خي انس. سبحان الله. عام عام ما كيبقاش فيهم. هذا الحلم اللي كيتحلب من البقره كيمشي وكيتصفى في واحد السطال تقور اليوم وغدا فهمتي. حتى كيعمر واحد السطال كبير الساعه كنصبروا عليه واحد النهار ولا يومين حتى كيريب. من مرة داك الشيء كنعملوا به اللبن. كنعملوا به اللبن الاخضر. لا كنحليبها افضل وقت صح لا تبدا تجلس. دابا راه قريبه توفى العام. كل نهار تقوب كل نهار قوب عامر وكبير ماشي هاس. الصباح وفي العشيه. في الصباح وفي العشيه كطيش. الايام ديال الربيع كيكون الربيع معزز عليهم الزروقه كيكون يعني كل ما كالو الربيع بزاف كل ما كيعطي الحليب بزاف. انس الحليب واجب. بسم الله. بركة بركة تولد ولا؟ ماشي عادي اصاحبي. يا ودي يا ودي المدينة وياه. شراب اصاحبي شراب. هذا موالف اندلس. ناضي الحليب. عمرت سطال بالماء ندير الانس صابر باش يشربوا. واش نشربوا واش خصنا نقولوا له؟ قلق 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 قلق
قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق ديك كل الكلمه هذيك تجي ديريكت من الشهر يا يوتيوب عوده قلق 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 كيسترا الاكل ديالهم كيدي المعاز كي هو حلاوه كيتخشى تحت المعزه من هكذا يحلف ديريكت الدق ديك كلا تصل غرف لا صفير من المعزه الكرشو ديري ديريكت الدق تعرف النقص ديال الماء اخي انا الرمان دبس كاع ما كاينش الماء طالع من الجير كبير والو ماشي الماء الله يرحمنا خويا الوالدين خاطر الله يسهل عليك لا خاطيك خالتي الله يطول في العمر الناس ديال الجود والكرم معنا الصديق ماشي قال لك نجربوا دابا يعطينا نخضل دابا ان شاء الله الصديق كيبان معنا لي زاكتيفيتي كيجي يعرفنا على الثقافه الجبليه مرحبا على راسك الله يسلمك الصديق الله يحفظك الله يسلمك بزاف الله يشرفك يدعموا البنات ويشرفوا البلاد شويه ولد لا سيف صافي بغيت هذه السريمه شو رزيل 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 شو رزيل عادي ماشي حاجه ها باش دورو خايف دار خايف دار كل عاود السيستم ديالو باش تطلع لي فراسي هذا خلعني هذا ما فاتو شي ولد الجبال مغنان ولد بني حماد اخوتي من بعد ما حلبنا الحليب جبنا الرايب دابا نعملو الحبل هنا في الشجره انا ماشي بيها عند الله ما فيه حتى شي حاجه من مول الحقيقه حتى شي حاجه يعني كامل واه نعطيو الضيف اللي هو الاول صراحه دابا خوذي من بعد ما عملنا الرايب في القرعه كملوا معنا باش نعلقوا القرعه ان شاء الله صغبنا لها الترابو صغبنا لها خوذي هاد القشره ودابا نعلقوها في هاد الحبل ها هو انت لايف دابا خوذي من بعد ما علقنا القرعه دابا انا سعدت هو اللي يدش القرعه امام الطبيعه الخلابه امامكم واخوتي بهذه العمليه اللي كيقوم بها اخي انا سعدت تحيه ليلو على العمل الجبار اللي كيقوم به عمل جبار ولاول مره عمل جبار اول تجربه اخي انس اول مره في حياتي اللي اكتشف بلي القرعه كتقصح فاني دابا هذه القرعه هي من بعد هذه العمليه اللي كيقوم بها اخي انس هنا كيتفرز الزبده كتطلع الفوق واللبن كيبقى لتحت ومن بعد كنخويوها في الصل انس ها هي داك كنقطع ها هي داك ساعه كتطلع على الحليب تشوف واش بقى يعمل الزبده ولا باقي واه دابا يدك في السوق كاين لي زاكتيفيتي كاين ما يدار خلاص عاد فهمت باش تكتشفوا اللي بغيتو كنت جاي صافا حرك البال عطاني اخوتي هو هذا الرايب اللي نخذنا اخواته ويصل هنا في السطال كما تشوفوا تبارك الله اللي على اللوجه هذه الزبده اسما نشوف الخير تبارك الله جمعوا بديك الصفاي باش تفرز الزبده بحده شوف الخير تبارك الله اللهم بارك غنيه الخير تبارك الله اللهم بارك